وقع وغمي على المسرح. ماني أحسن هلأ، بس تذكروا ما بدي ضغط وتوتر. وقفت لي قلبي من الرعبة، خفت عليك. الشي الوحيد يلي بيخليني ضعيف بهالدنيا هو انتي. برو، حاسك طالع مثل ست البيت بهالروب. يلي متأكد منه ما رح خلي هالشاب يوقف على رجلي ابدا. ماني، خليك متسطح، وانتو يا شباب لو سمحتوا ما عاد تستفزوا. لا دكتور، مو هنن يلي عم يستفزوني، يلي زعجني مانو بيناتهم. فهمت عليك شباب، اكتفينا من ماضي وحركاته، تعالوا خلونا نروح على بيته. استني شوي، بدي اذكركم انه ماضي قاعد ببيتي هلا، فخلونا نركز على كلام الدكتور. انا بظن إنه أريمان معه حق، خلونا نركز على صحة ماني، المهم إنه هو يتحسن مو هيك؟ ماني، بخصوص الرنين المغناطيسي، بقدر ناقشك فيه هلأ؟ دكتور، أنت فيك تخبرنا، نحن عائلته لماني. شوفوا، النتيجة طلعت مو منيحة. الحقيقة في إصابة قوية بالرأس. أنتوا يا شباب لازم تعتنوا بماني كتير منيح، وما يتعرض لضغط ولا انفعال ولا توتر، ماشي؟ مادي ما رح يسلم مني. اسمعوني، هاي الإصابة صايرة من 4 أو 5 شهور. ماني، تعرضت لضربة على راسك من شي 4 أو 5 شهور؟ متذكر هيك شي؟ أي واقعة أو ضربة على راسك؟ مبين انه مو اصابة سطحية، الظاهر انه الاصابة القديمة هي اللي سببت وقعتك، هيك نوع من الاصابات بدها وقت حتى تشفى، بس اصابتك ما تم علاجها كلها بنسبة 100%. لازم شوف كل تقاريرك. دكتور، لأنه الحقيقة أنا مني لحالي طلعت من المشفى. ماني، انت كيف بتعمل هيك؟ شو جنيت؟ ايه، انا عملت هيك، كان المفروض ضل بالمشفى لمدة اكتر. شهرين كمان، هاي الاصابات بدها اقل شيء 6 شهور لتشفى، بس انت طلعت لحالك من المشفى وخاطرت بحياتك هيك. دكتور، شو لازم نحن نعمل؟ دكتور بترجاك، ممكن انه تخبرنا شو اللي رح يصير؟ انا كنت طبيب لعائلة مالهوترا من 8 سنين، هلا ابوه مو موجود، لهيك انا لازم اقول له بكل وضوح انه الموضوع مو لعبه. بدي كل التقارير والصور القديمه. دكتور، نحن اكيد رح نعطيك كل الصور والتقارير يلي انت بحاجتها، وحتى يلي عالجوا ماني من الحادث، رح نخبرك عن كل اسماء الدكاتره يلي عالجوه. شكراً، ارتاح هلأ واعتني بحالك، ما بدي أي توتر، وضل عم تبتسم.
ليش هالابتسامة؟ فرحان شوي. مشكلة ماني بينت هلأ، وحالته كان ممكن تصير أسوأ لو ما عرفنا فيها، وأنا فرحان لأنه نحن موجودين معه. بتعرفي شو؟ لما كنت أتعرض لأي مشكلة هو كان دائماً موجود معي. هو كان يعمل كل شيء بس حتى يساعدني. هو كان معي وجنبي دائماً. إيه بعرف، بتمنى أنه كل شيء يرجع منيح مثل قبل. هالشي رح يصير بس بياخد شوية وقت. أنا ناطرة أنه يمر كل شيء بشع معنا وينتهي، بس من هلأ لوقتها لازم نضل عم نبتسم ابتسامة كبيرة. بكفي هلأ، هلأ بيجي لهون. لا بقى تحكي مثل فارون. عن جد مزحو غليظ. علي 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 حبيبي أبير، بطلي الصغير حلو كتير ورايق كتير. شي غريب، ما توقعت يهدى. أبير يا رفيقي الأمير، بطلي الصغير حلو كتير. أبيرة مرحبا، وين أبيرة؟ أنا الحقيقة كنت عم بلعب مع أبير وامزح معه وهدي. آسفة كتير. الحقيقة نحن منحب البيرة لهيك أنا سألتك. تشربي شي؟ لا. ليش لا؟ نحن عنا خدم اتنين ببلاش لهيك خلينا نستمتع. ماشي أنا موافقة. القهوة صارت جاهزة. شكرا إليك، قديشك لطيفة. شوفي في ثياب مرمية على الأرض هون وهون، لو سمحتي تحطيهم بالغسالة. فورا. وفي هاي كيران وهداك كمان. البيت اليوم وسخ كتير، ممكن تنظفي؟ استني حبيبتي رح ساعدك. طيب أنا جوعانة. كيران؟ أنا رح أعمل هدول. هاتي لساعدك حبيبتي. بس ليش لحتى تعمل هيك؟ المشاركة اهتمام، والاهتمام معناه حب، مو هيك؟ مكتي، أنا عن جد حاسة بالذنب. جاي عبالي شاي.
كرام، ممكن تجيبي لي شاي؟ بس دقيقة، انتي ارتاحي، أكيد تعبتي. أنا رح أعمل شاي. ليش؟ أهلين، من شوي كنا عم نحكي عنك. مرحبا آليا، منيح إني شفتك هون، شو الأخبار؟ ما في شي، بس أنا كنت عم فكر بعقلي إني أطلع من الشغل وغير جو شوي. بس بعدين قلت لحالي شو بدي أقول لمديري اللطيف. عادي، لا تقلقي، خليني ساعدك بهالشي. فيك تخبري مديرك أنه كلبك مات. بيعرف أنه ما عندي كلب. أوه، بهالحالة قلي له أنه كلب الجيران مات. لا، أرض الأزياء صار قريب، لازم أكون موجودة وما غيب أبداً، أو شو رأيك؟ ماشي، استني، لقيت فكرة أحسن. قولي له أنه عندك مشكلة عصبية. تعرفي شو؟ الرجال بيخافوا كتير من البنات العصبيات. واو، عجبتني فكرة عظيمة، أنا رح أقله هالشي. وهو رح يصدقك طبعاً مثل الأجداد. هاي، أنت ليش شكلك كتير زعلان؟ وكأنه عندك مشكلة عصبية أنت كمان؟ يعني حدا إجا هيك على طاولتنا وعم يمزح مع حبيبتي وعم يتزارف علينا ويمزح معي كمان، متوقع مني إنه أكون مبسوط؟ أنا ماني شايف في شي بيضحك. دمك تقيل، ماشي؟ أوه، أنت الشاب المحظوظ؟ حبيبة لآليا؟ تشرفت بمعرفتك. بالمناسبة، أنت بتعرفي أني بحب أتطفل على الناس، مو هيك؟ إيه طبعاً، تفضل أقعد. شكراً لك، يعني حتى لو ما عزمتيني أنت، أنا كنت رح أقعد معكم. إيه، قلي لي، شو الأخبار؟ شو أقول؟ طيب فيني استخدم كلماتك؟ ايه بس لا تقلي لي بتشوفها بالجريدة. لا، انا كنت رح اقول تشوفها على الانترنت. برافو برافو، ابتكار جديد، كتير منيح، عم تتعلمي بسرعة من القعدة معي. خليكي هيك. بقدر أقول لك شيء؟ الحقيقة أنا بعرف حقيقتكم من الأول. الحقيقة كنا منعرف من الأول. كيران قد المسؤولية. أنتي مثلي تماماً، صحيح نافيا؟ ما كتي. ايه بس شو كنت عم تقول؟ انتي خبرتينا انك بتدرسي طلاب؟ ايه هاد صحيح، انا بدرس طلاب روضة وتحضيري كمان، مشان هيك انا بحب الولاد. وبظن صرتوا تعرفوا يعني نوعا ما، نحنا شفنا صورك عند حدا من رفقاتنا. صور؟ ايه نحنا عنا صور إلكم، فكروا حالهم خدعوا. لا بس كيف بدك تعتني بأبير وهالأمور؟ إنه الأزياء وكمان التدريس، كيف رح تلحقيهم سوا؟ القصة إنه صديقي خبرني إنه شافك بوكالة أزياء وموضة. إيه الحقيقة نسينا نخبركن، كيران اشتغل بالأزياء كمان. هي قبل الزواج كانت عم تشتغل دوام جزئي، وهلأ دوامها صار قليل، كتير قليل. إذا بدك تشتغلي كل هالشغلات، كيف رح تعتني بأبير؟ أنت كمان أم عاملة، وأنت رتبتي أمور شغلك على أساس وجود البيبي، الحقيقة أنت مضطرة تداومي كل يوم، أما أنا مو ملزمة داوم كل يوم. بصراحة أنا مو حابة أترك شغلي، بس إذا أنت مصرة كتير وأنت برأيك إنه لازم. لا، ليش تتركي شغلك؟ مو هيك نافيا؟ برأيي كل بنت لازم تشتغل بعد الزواج لحتى نثبت لهم إنه نحن منقدر نعمل كل شيء بالبيت أو بالشغل. إيه مزبوط، كيف صار رفيقكم؟ عم يهتموا فيه منيح؟ بقصد عيلته موجودة معه؟ إيه، يا
يا جماعة عائلته نحن رفقات نافية. فهمت. كمان الدكتور خبره إنه يرتاح هالفترة. هي الكنزة. ماشي. طيب هي. لا. وهي. لا. أنا بحبها لهي الكنزة، ما بتحبها؟ بنوب. ماني، هدول كل تيابك، معقول ما بتحبهم يعني؟ لأنه يمكن أنا بدي إياكي تشغلي عقلك. ما فهمت عليك، شو قصدك؟ عن جد؟ إيه. ما عندك فكرة؟ أبداً. يمكن أنا ما بدي ألبس شي بالمرة. شو رأيك؟ ماني، هدي حالك، هيك قال لك الدكتور. يلا البس هي. أنت دائما بتعملي هيك نانديني، مرة الدكتور قال هيك ومرة الممرضة. خلاص ماني. ماني؟ قلي هذا الوشم شو السر تبعه؟ شو السر؟ ما في أي سر، أنت ولا مرة سألتيني عنه. إيه طيب هلأ فيك تخبرني. أوكي، هاد بيكون رمز إلنا، أنت وأنا. إيه ببساطة، أنت هو قدري. أنا كون قدرك؟ إيه. بس أنا بتذكر إني شفت هذا الوشم على ظهرك من زمان. مرة كنت عم تسبح ووقتها أنا شفته. يعني بتقدر أنت تقول أي؟ مثل ما قلت لك، أنت قدري. إيه أنا بعرف إنه عملت هالوشم قبل ما أتعرف عليك، بعرف هالشي. بس صدقيني هو بيرمز إلك وإلي. كيف يعني؟ كيف يعني؟ رح قلك. اطلع عليه منيح، أنت رح تشوفي شرير ضايع بالمدينة. إيه وهذا الشرير بيحصل على نجمة. طيب يعني الحقيقة هي هذا الشرير هو الوحش ماني، وهي النجمة هي انتي. قدري، مو هيك؟ عن جد؟ ايه ذكرتيني. انت قلتي انه شفتيني لما كنت عم اسبح وقتها. ايه. يعني انت ما حسيتي بوقتها باي شيء اتجاهي؟ ابدا ولا شيء بالمرة. انت متأكدة؟ ايه. وقبل ما يصير لك شيء البس هي. انا بصراحة ماني حابب البس. ماني البسها بسرعة. طيب شو مشان هلا؟ عم قل لك البيس. يلا وهلأ كمان؟ خلصني. يلا مو معقول عن جد انت البيس. ممتاز. انبسطتي؟ طبعا. تعي لقلك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.